نيشان أكبر صحافي حر، نيشان أكبر صحافي حر. السلام عليكم ورحمة الله. الزفلون، مرحبا بكم، مرحبا بالجميع. مولودية نادي العاصمة، مولودية كلوب دالجي، تحول اسم النادي هذا إلى مولودية شيتا دالجي. وعلاش؟ على اختراكش المسيرين اللي فشلوا في إحياء الذكرى المئوية لمولودية الجزائر، فشلوا باش يجيبوا ربع لقب سوى كاس جزائر على كل كاس جزائر نحات من اللي جات بون على خاطرش ما خدش يروح للستاد، وما جابوش حتى مرتبة ثانية ولا ثالثة ولا تحت المنافسات. مولودية هذه اللي عندها مسيرين فاشلين دوروها شيطة، واش يديروا؟ يروحوا قال لك يكرموا الشرشابون، يكرموه، يمدوا له هذا الطابلو هذايا، وين يديروها؟ يديروها في المركز الدولي للمؤتمرات. يعني كل مولودية ما عندهاش يعني مضرب اخر خلاف هذا المركز الدولي للمؤتمرات باش يحيوا الذكرى المئوية. الذكرى المئوية تحيا في الملاعب، في الملاعب، ستاد 5 جويي، روح البلوغين، روح وين حبيت، ماشي في مركز دولي للمؤتمرات وين تكون بعيد عن الأنصار، بعيد عن الأنصار، تحتفلوا بالذكرى المئوية منقطعين عن الأنصار. مولودية ماشي مسعود تركي ولا النادي الهاوي، ديجا راهي كاين النادي الهاوي وكاين النادي اللي تبع الشناط، مازال مخلطين. مهما كان الاحتفال بالمئوية دابور العام اللي فات، ماشي هذا العام، هما غتنموا الفرصة غير باش يجيبوا يديروا يضربوا الشيطة لشكون؟ البخنونة. كان عندنا بخنونة طاهر حسن الله يذكره على خير، بصح كان داير دربة من بخنونة هدايا، يا نفر هذاك حسن طاهر، سمعت بخنونة حسن طاهر كان داير التير في الجارديان، ما كانش جول ما ماركالوش، ما كانش جول ما ماركالوش، سمعت من بوخنونا هذايا بعد البتزاير. راهو جايبين مع شكون يحتفلوا بالذكرى المئوية، يجيب لي دونك حتى تبون ما حبش يحضر لهم، ما قيمهمش، ما قيمهمش، بعث لهم مستشار ديالو قال الحفيد علاهم، راه هو كما راكم تشوفوا هنايا هو اللي يحكم هذا الطابلو هذا اللي مدهولو. فوالا هذا ما قيمهم، ما عطاهم قصه ما والو، سمعتوا، عطاو الطابلو فيه الكولور تاع مولودية بيان سور، سمعتوا، حاطين له تريكو باش عندنا جي تبون، حاطين له شيفر 100 يعني هذه الذكرى المئويه تاع المولودية، عطي الشيفر 100 ذكرى المئوية. سيتي العام اللي فات، لأن يعني المولودية ما تأسستش في 1922، تأسست في 1921، سكي بروف بلي هاد المسيرين هادو عايشين بروتار. الأولى، الثانية، ما نحتفلوش بالذكرى المئوية كما قلت في قصر المؤتمرات بعاد على الأنصار. جايب لي هذا المستشار تاع الشرشاب والبخنونة، وزير شباب ورياضة اللي ما يسمر والو في السبور، ما يسمر ما يلاقي، ما على بالوش قال فوتبول وشنو، وكان نقول اعطي لي كومبوسيون ديكيب ناسيونال، ما تعطيش تاع مولودية كومبوسيون ديكيب ناسيونال، ما يعرفلهاش. جاب لي وزير المجاهدين، ايه لعيد ربيقة، ووزير الصيد وجايبين الاخر بهذا تحتفلوا بالذكرى المئوية بأزلام العصابة، وانتم مولدوا الشياتين تاع أزلام العصابة، ما تشرفوش المولودية. هذا اللي جاتوا الفكرة تاع يقول لك نديروا ذكرى مئوية ونكرموا تبون، ما تشرفش المولودية.
تبون حرمكم من أنصاركم لمدة موسم كامل. موسم كامل مولودية تلعب بدون أنصار، عرفش يخاف من أنصار مولودية. أنصار مولودية وما كانوا في مقدمة الحراك، أنصار المولودية كانوا في مقدمة الحراك. أنصار المولودية كان يقول لهم ترحلوا كاع. أنصار المولودية كان يقولوا تبون مزور جابوه العسكر. أنصار المولودية يقولوا تبون الكوكايين. أنصار المولودية تبون حبس راقد الدرجيلي باش ما يدخلوش للستاد، هو مش قادر يروح للستاد. أنصار المولودية كانوا دائما في المقدمة كيما أجدادهم، لأنه مولودية الجزائر كانت عميد الأندية، أول نادي متأسس من جزائريين 100% وكلهم مسلمين، لأنه هذا اللي كان يميز الجزائري على البينوار. دونك مولودية تعتبر هي النادي الأول عميد الأندية الجزائرية، مؤسسيها ثوار. البيت اللي جمعوا فيه قادة ثورة نوفمبر 50 وبيت أحد مؤسسي المولودية، والمولودية سجلت كم من شهيد. المولودية في 56 في مقابلة ضد لايسوسو سان سانتوجان ليكيب تاع لي بينوار، المولودية ربحوا خرجوا برا يديفلو. طبعا كان كل مقابلة تاع المولودية تعتبر معركة حربية من أجل الاستقلال. عسكر الاحتلال طلقوا عليهم الرصاص هذاك النهار. كل أندية الجزائرية تبع المولودية ووقفوا كل نشاط رياضي، وقفوا كل نشاط رياضي إلى غاية 62. إلى غاية 62 مولودي الجزائر كذلك هو أول نادي جزائري نادي مغاربي يفوز بكأس أفريقيا للأندية البطلة. كانوا الفرق المغاربية ما يشاركوش، تراش كان دبزة وضرب وكذا من في الملاعب تاع أفريقيا ما بعد الصحراء لأفريق شيب سهاريان. مولودية غامروا وصدموا وربحوا رغم أنف حتى الناس اللي كانوا يقولوا كانوا ضد مشاركة المولودية. يا جابولا مولودية ذكرى 50 تاعها، ذكرى تأسيس المولودية ذكرى 50 كانت انطلاقة العميد باش يسيطر على الكرة الجزائرية، وبدأ بالفوز بكأس الجزائر من سنة 71 في ديربي عاصمي جمع المولودية اتحاد العاصمة في ملعب 20 أود، والمولودية ربحوا 2-0. ومليه كانت انطلاقة المولودية، كانوا رجال على رأس المولودية ذاك الوقت، ما كانوش شياطين، كانوا رجال على رأس المولودية. ذكرى 50 جابوا بها أول لقب للمولودية، ومليه بدأت المولودية تسيطر على لمدة 10 سنوات حتى جاو كسروها من العصابة، جاو كسروها النظام، قصر المولودية. إذا شوفوا كانوا مسيرين، اليوم مسيرين تعليم مش قادرين يوفروا لها ملعب تلعب فيه. مولودية SDF عميد الأندية SDF ما عندوش وين يدرب، ما عندوش وين يستقبل، وزيد يروح يشيط العصابة اللي حبت تحرم الجمهور من اللقاء مع اللاعبين ديالو مع الفريق ديالو لما يلعب موسم كامل، والمولودية محرومة من الأنصار ديالها موسم كامل، المولودية محرومة من أنصارها لأنه العصابات تخاف أنصار المولودية. واليوم مسيرين شيديرو يروحوا يشيطوا التبون، يشيطوا العصابة ويحتفلوا في مركز الدولي للمؤتمرات. لا لا، روح احتفل في باب الواد، روح للقصبة وين تأسست المولودية. ابوي ماشي في 2022 اللي تجي،
101 ما جبتوا تيتر لا في 2021 لا في 2022 وما زال رايحه هكذا ما دمتم على داير المولوديا هذه ثاني ماج دو لاجيري المولوديا تشبه الجزائر في كل شيء وقت الثوره المولوديا كانت في الثوره وقت اللي الجزائر كانت في العلالي المولوديا كانت في العلالي ووقت الجزائر بدات في النكبه المولوديا دخلت النكبه الجزائر دوله غنيه وشعبها فقير وما كان والو المولودية نادي غني بدرهم السناطراك والله ينوب ما كان والو ما عندهم لا استاد لا 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 استثمارات لا والو كيما الجيري كيما الجزائر هذه في صورة الجزائر هذه هي مولودية الجزائر ونزيد كيما الشعب الجزائري يطالب برحيل العصابة انصار المولودية يطالب برحيل العصابة اللي حاكمة النادي فوالا لانه اليوم النادي الهاوي جاي الناس قال لكم ما راهم حاكمين وراح يشيدوا راح يدوروا رشيده والفريق المحترف تبع السوناطراك السوناطراك هما اللي يخيروا لي ديليجون يخيروا كذا اناش فاهمين واش فوالا مولوديا اللي بين ظفرين كرمت بوخنونه تبون ما عنده حتى علاقة بمولودية شعبية جزائرية مولودية باب الواد القصبة باب الجديد والجزائر كلها لأن المولودية عندها أنصار عبر كامل التراب الوطني هذا هو اللي يميز مولودية الجزائر عن باقي الأندية الأخرى لأن عندها تاريخ نذكر باللي المولودية زرعت في كل الجزائر على هذا تصير كل الجزائريين يحبوا المولودية لأنه سواء مولودية قسنطينة مولودية وهران مولودية سعيدة مولودية شرشان مولودية العلمة مولودية بجاية وغيرهم من المولوديات حتى مولودية وجدة سمعت كل ما دو جاو في الطريق اللي مهدتها المولودية العاصمية واليوم للأسف نشوف المولودية في شراهي تعيش في التمرميد تعيش في وضع لا تحسد عليه تعيش في وضع غير لائق باسمها وبتاريخها صارت لاكي الجزائر حتى هي ربي بعد عليها ولاد الحرام ربي بعد عليها ولاد الحرام هذا وش نقول صحافي حر ليش هنقول صحافي حر ليش هنقول